أعزائي طلاب الطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص الإلكترونات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الإلكترونية. كنا استعرضنا في الحلقة السابقة اللي هو الجهاز العملي اللي خاص باستقبال الإشارات الـ FM اللي هي الفريكوانسي مودوليشن أو الإشارات المعدلة تعديل الترددي، وقلنا إن الجهاز ده كان ليه رسم تخطيطي شرحناه، وقلنا الجزء العملي بتاعه بينقسم الى دايرتين. شرحنا المرة اللي فاتت الدايرة الاولى، والنهاردة هنتكلم على الدايرة التانية، وهنتكلم برضو عن الجزء الخاص برسم التخطيطي بالدايرة التانية. الدايرة التانية هي عبارة عن مرحلة الاخراج الصوتي. يعني ايه الاخراج الصوتي؟ احنا عارفين من الرسومات التخطيطية اللي استعرضناها سواء في اجهزة الاستقبال الـ AM او اجهزة الاستقبال الـ FM، مراحل الإخراج الصوتي بتبقى المراحل النهائية اللي هي قبل السماعة، ودي بتبقى عبارة عن دايرتين: دايرة مكبر جهد أو مكبر تردد صوتي أو مكبر تردد سمعي، كل ده صح، ومكبر القدرة، وبعد كده بنوصل لمين؟ للسماعة. إذن الجزء ده والجزء ده بدايته منين؟ بدايته زي ما شفناها في الرسم التخطيطي بتاع جهاز الـ FM وجهاز كمان الـ AM، بتبقى بدايته من الفوليوم اللي هو ضابط الصوت، مفتاح الصوت، اللي هو أساسا جاي منين. داخل الفوليوم ده جاي من خارج الكاشف، يبقى أنا خدت الإشارة من خارج الكاشف ونقلتها على الفوليوم اللي هو ضابط الصوت، وبعدين أدخلها على مرحلة تكبير الجهد أو تكبير التردد الصوتي أو تكبير التردد السمعي، وبعدين أخدها من التردد السمعي أوديها لمكبر القدرة ومن مكبر القدرة على السماعة. عظيم، ده كلام كويس قوي. طيب إحنا دلوقتي بنتكلم على الفوليوم، مكبر جهد، مكبر قدرة. طب ما إحنا كان ممكن، يعني خلي بالك كويس قوي من الكلام اللي أنا هقوله لك ده، عشان الكلام ده بنحتاجه في الناحية العملية. مكبر الجهد ومكبر القدرة ممكن يتحطوا هما الاثنين في اي سي واحدة، بنكتب عليها مكبر اخراج صوتي، مكبر جهد ومكبر قدرة. اغلبية الاجهزة الحديثة بتستخدم الاي سيز قبل كده، وما زالت لسه برضو في اجهزة عندنا مستخدمة الترانزستور. يبتدي يعمل ترانزستور خاص بمكبر الجهد، مكبر تردد الصوت او تردد السمعي، ويحط بعديه ترانزستور تاني بنسميه ترانزستور قدره، بنسميه بترانزستورات الباور او الهاف باور، ودي لتكبير القدره اللي هي قبل السماعه. وتكبير القدره اللي قبل السماعه ممكن يبقى بعده انواع، ممكن يبقى مكبر دفع وجذب عادي، وممكن يبقى مكبر دفع وجذب تتابعي، والكلام ده على فكره شرحناه في اجهزه الاستقبال الاي ام. بس اللي انا عايزك تعرفه ان في اجهزة استقبال الـ AM اللي هنتكلم عليها دلوقتي، الخارجة عندي عبارة عن جزئين، بنتكلم عن مكبر جهد ومكبر قدرة، وسماعة ده حاجة تانية، انما انا بتكلم عن جزئين، جزء بنسميه رايت وجزء بنسميه ليفت. رايت يعني يمين وليفت يعني شمال. الله، يعني ايه رايت وليفت؟ الجهاز اللي عندي اللي هتكلم عليه ده شغال ستيريو، يعني شغال سماعتين، سماعة يمين وسماعة شمال. إذن أنا عندي كأني بالظبط، خلي بالك بقى معايا، خطين للإشارة هتمشي فيهم، خط في الشمال وخط في اليمين. رايت اللي هو بنسميه R، اختصار لكلمة رايت، وليفت اللي هي اليسار ده والشمال بنسميه L. وعندي المكبر نفسه أسمينه نصين، مكبر الجهد أسمين نصين، مكبر القدرة أسمين نصين. جزء الرايت رايت مكبر جهد ومكبر قدرة، ليفت مكبر جهد ومكبر قدرة. يبقى دول أنا عرفتهم. طب كويس قوي. طب هو دلوقتي يا أستاذ هما الاثنين هنشغلهم على فوليوم واحد؟ لا، مشغلين فوليوم للرايت وفوليوم لمين؟ للليفت. بعض الأجهزة كتير جدا، في بعض الأجهزة بتبقى شغالة على فوليوم، بنبتدي نحرك يمين او نحرك شمال او ناخد المنتصف. انما عندي دلوقتي في الجهاز اللي اتكلم عليه ده عبارة عن اتنين فوليوم، واحد خاص للرايت وواحد خاص للليفت. يبقى انا عرفت الدائرة كده. تعال نشوف بقى، يعني خدت
فكرة عن الدايرة. تعال نشوف شكل الدايرة ونطابق الرسم التخطيطي بالرسم العملي ونشوف الدايرة دي ازاي اسمنها. الدايرة دي انا ممكن خلي بالك بقى معايا في الـ في الـ في الدوائر العادية ممكن يبقى ترانزستور مكبر جهد ومكبر قدرة وخلاص، يبقى عندي مثلا اثنين ترانزستور، واحد جهد وواحد قدرة للرايت، واحد قدرة وواحد جهد للليفت. انما احنا عندنا هنا هنشوف جهاز التقنية بتاعته عالية جدا، بستخدم فيه 10 ترانزستور، واخد 5 للرايت و5 للليفت، 3 ترانزستورات. خليك معايا كويس قوي عشان تبقى مركز، عشان تبقى عارف خط السير ازاي. 3 ترانزستورات شغالين كمكبر جهد للرايت، و2 ترانزستور مكبر قدرة للرايت، 3 ترانزستورات شغالين كمكبر جهد للليفت، وترانزستورين شغالين مكبر قدرة للليفت اللي هو اليسار. وهنشوف الفرق بين الترانزستورات دي. ليه قلت 3 هنا و2 هنا؟ الشكل بتاعهم هيختلف طبعا، ده بيكبر جهد وده بيكبر قدرة. نشوف الكلام ده على الشاشة ونشوف ازاي هنطابق الاثنين مع بعض، اللي هو الرسم التخطيطي مع الرسم العملي، ونشوف شكل الترانزستورات بيختلف ازاي في ترانزستورات تكبير الجهد عن ترانزستورات تكبير القدرة. نشوف الكلام ده على الشاشة. شرح دائرة عملية ورسم تخطيطي لجهاز استقبال يعمل بنظام تعديل الـ FM، الدائرة الثانية اللي هي مرحلة الإخراج. خلي بالك بقى معايا، دي الدائرة اللي قدام مني. انت لو بصيت كده هتلاقي ده الجزء الرسم التخطيطي، الجزء الثاني اللي احنا خدناه قبل كده. احنا خدنا الرسمة كلها على بعضها وقسمناها جزئين على حسب الدائرتين اللي عندنا. دي الدائرة الثانية اللي هي الإخراج. بص بادئة منين في الرسم التخطيطي؟ بادئة من فوليوم ومكتوب عليه L، وفوليوم تاني ومكتوب عليه رايت. يبقى عندي 2 فوليوم اهم، 2 ضابط صوت، 2 مفتاح اللي انا بستخدمه في ارتفاع وانخفاض الصوت اهم. عندي بص خلي بالك معايا، اوديو امبليفاير، مرحله الاوديو ممكن احط فيها 2 اي سي، يعني ممكن اشيل الجزء ده كله واحط اي سي واحده، وممكن اشيل الجزء اللي تحت كله واحط اي سي واحده. اهو كاتب لي ممكن تستخدم فيه يو 1 ويو 2، 2 اي سي، او تستخدم ال 10 ترانزستورات من كيو 1 لكيو 10، ودول اللي مستخدمه 10 ترانزستورات. وبعد كده باخد الخارج بتاعي بتاع الاوديو امبليفاير اللي هو مكبر الاخراج الصوتي، باخد بعد كده على الليفت سبيكر السماعه اليسار، وباخد بعد كده على الرايت سبيكر اللي هي السماعه اليمين. طب ما تيجي نشوف الاجزاء دي في الرسم التخطيطي وايه اللي بيقابلها على طول، شكلها العملي شكلها ايه، عشان انا قلت دايما نربط العملي بالنظري على اساس لما نيجي نشتغل في الصيانه نبقى عارفين احنا شغالين ازاي. لو انا بصيت دلوقتي ادي داخل الاشارتين اللي هم جايين لي، الاشاره عموما الاشاره هم هيبقى رايت وليفت، انما الاشاره اللي جايه منين؟ من الكاشف. ده اطراف الدخل بتاعها، دي اطراف الدخل بتاعها. وطبعا هنا خلي بالك بقى معايا، بص كده على الجمله اللي تحت دي، مكتوب هنا بوش بول اللي هو امبليفاير، بوش بول اللي هو دايره مكبر دفع وجذب، بس مش ترانزستورين فوق بعض، لا ده 10 فوق بعض، 5 و5، عشان نبقى برضه عارفين ايه اللي مكتوب هنا بالظبط. اهو بوش بول امبليفاير، وطبعا هيبقى في عندنا نشوفها برضه، هتبقى نشوف الرايت ونشوف مين الليفت. يبقى الاشارتين داخلين هنا هيخشوا على المراحل دي. بص خلي بالك معايا، فين الفوليوم بتاع الليفت؟ ده رسم التخطيطي، ادي الفوليوم بتاع الليفت تحت اهو، فوليوم وليفت. الفوليوم بتاع الرايت اهو، فم متغيره فوق، ضبط الصوت بتاع الرايت اهو، بتاع اليمين، وادي ضبط الصوت بتاعي. هنخش بعد كده على الترانزستورات اللي شغاله كمكبر جهد لمين؟ للجزء اللي فوق اهو. بص خلي بالك بقى معايا، هبتدي دي مرحله الاوديو امبليفاير كلها اللي هم ال 10 ترانزستورات. بص كده ادي كيو 1 وبعدين كيو 2 وبعدين كيو 3، الثلاثة دول شغالين كمكبر جهد لمين؟ مكبر جهد او مكبر تردد صوتي او مكبر تردد سمعي لمين؟ للجزء العلوي اللي هو خاص بمين؟ بالرايت او الليفت اللي هو الجزء العلوي بتاعه، للناحيه اليسار السماعه الشمال. تعال بقى نشوف بعد كده
ادي ترانزستور وادي ترانزستور، الاثنين دول ترانزستورات شكلها باين كده من الترانزستورات دي ان هي ترانزستورات محطوطه بطريقه غريبه شويه. هي مش غريبه علينا، ليه؟ الترانزستور هنا محطوط اهو، الترانزستور والثلاث اطراف بتوعه محطوط على هيت سينك تبريد، والتاني برضو نفس الكلام، كل دول لجزء واحد لو رايت او ليفت على حسب المقسم يعني. انما خلي بالك بقى، يبقى دول تكبير جهد او تردد صوتي، وهنا دول تكبير قدره. الاثنين دول ليه؟ زي ما قلت لك بتحط عليهم الهيت سينك اللي هو خاص بالتبريد، لاني لازم برضو الجزء ده تبقى عارفه كويس قوي ان تكبير القدره بينتج عنه درجه حراره. خلي بالك بقى معايا، اي تكبير خلي بالك بقى معايا في المراحل النهائيه، سواء في الارسال او في الاستقبال، في المراحل النهائيه في الارسال يعني ايه؟ قبل هواء الارسال، في الاستقبال قبل السماعه، في الاجهزه الصوتيه، الاجهزه اللي هي التلفزيونيه بيبقى قبل الشاشه وقبل السماعه، دي بنسميها مراحل نهائيه. مراحل نهائيه لازم يكون عندي ترانزستورات قدره، باور، بنسميها ترانزستورات الباور دي لو قدره، اللي هي بنسميها باور امبليفاير. دي لما بتيجي تشتغل اللي هي بتكبر الاشاره كجهد وتيار قدره، هي بعد كده اللي هتاخد الاشاره، الاشاره اللي خارجه منها تطلع على السماعه على طول. عشان كده بنقول التكبير في المراحل النهائيه اثناء شغل الترانزستورات دي بينتج عنها درجه حراره. لما بتشتغل الترانزستورات كمكبرات قدره في المراحل النهائيه بتسخن. لو سيبنا الترانزستورات تسخن او لو كانت اي سي برضه غلط، لان عند درجه حراره معينه هتفقد الخواص بتاعتها وتبتدي تتلف. فبيبتدي نعمل لها ايه؟ بنحط لها حاجه اسمها الهيت سينك، التبريد. يعني الجزء المعدني ده اللي محطوط عليه الترانزستور، الترانزستور ممكن يبقى صغير جدا ومحطوط على جزء معدني كده كبير، الجزء ده بيبتدي يواصل مع الترانزستور طبعا عن طريق ماده عازله، المايك او اي حاجه، لان مش معقول احط ثلاث اطراف كده على جزء معدني، لا، هيحصل شورت بالثلاث اطراف بقى في عزل. بس باخد الجزء اللي فوق بتاع الهيت سينك التبريد، ويبتدي يمتص الهيت سينك ده، يبتدي يمتص الحراره اللي جوه الترانزستور ويبتدي يشعها، وكده بيبتدي يعمل عمليه تفريغ لدرجه الحراره في الترانزستور، وما يخليش الترانزستور يبتدي يسخن على طول بدرجه عاليه. لا، بس شرط اساسي، شرط اساسي ان انا ابص الاقي الترانزستورات دي سخنه. عشان كده في دوائر الدفع والجذب، خلي بالك بقى معايا من الجزء ده في الناحيه العمليه كويس قوي. في دوائر الدفع والجذب في اثنين ترانزستور شغالين، واحد بيشتغل وواحد بيفصل. الاثنين اللي شغالين دول، خلي بالك بقى معايا، الاثنين اللي شغالين دول واحد بيفصل وواحد بيشتغل، وهكذا، وبالتناوب عليهم، عشان كده بيسميهم دفع وجذب. طب انا احيانا يجي لي جهاز صوته منخفض، اول حاجه تعملها لو عندك ترانزستور دفع وجذب اثنين، تبتدي تحط ايدك على الترانزستورين. الطبيعي ان الترانزستورين دول درجه حرارتهم عاليه، شغالين بيسخنوا، ما احنا قلنا بنحط هيت سينك عشان يبتدي يبرد، انما فيهم درجه حراره بيسخنوا، ابتدي احط ايد على الاثنين. لو لقيت فيهم واحد درجه حرارته منخفضه، يعني بارد مش سخن، هو ده اللي هيتغير. شوف، خلي بالك معايا، تقول لي ما الترانزستور اللي سخن هو اللي يتغير، لا، مش في ترانزستورات الباور، مش في ترانزستورات الباور امبليفاير، الترانزستور البارد هو اللي هيتغير، لان هو ده كده مش شغال. وطبعا كده عشان ارجع ان الترانزستور ده مش شغال، يبقى لازم اشوف التغذيه بتاعته، الجهد اللي مشغله موجود ولا مش موجود، الجهد اللي هيشغله، الجهد الانحياز موجود عليه بالافو كده، يقيس الجهد الدي سي، يبقى الترانزستور ده هو اللي تالف من نفسه، مش الجهد اللي هيشغله. طب لو الجهد اللي مش موجود، لا، يبقى ابتدي اشوف الجهد، المقاومه اللي جايبه الجهد الدي سي للمجمع، اللي جايبه للقاعده، اشوف الكلام ده واصل ولا مش واصل، المقاومات دي شغاله ولا مش شغاله، لو شغاله المقاومات دي هتجيب الجهد للقاعده او للمجمع، لو مش شغاله يبقى مش هتجيب، يبقى الترانزستور مش هيشتغل. يبقى انا بس عرفتك ان انا بروح للترانزستور احط ايدي عليه وابتدي اختبره، الترانزستور ده شغال، ابتدي اشوف بقى اقيسه كترانزستور، واقيس قبل ما اقيسه كترانزستور اقيسه الجهد بتاع الدي سي اللي هيشغله موجود، يبقى خلاص ابتدي اقيس الترانزستور. دي خطوه سهله جدا، بنبتدي ايه في الناحيه العمليه بنختبر بيها الترانزستورات اللي هي شغاله دفع
وجذب. يبقى انا عرفت دلوقتي ترانزستور الدفع او التكبير دفع وجذب بيبقى شغال ازاي، وعرفت الهيت سينك اللي احنا شفناه في الصوره ده فايدته ايه عندي، بيعمل ايه في الترانزستورات. زي ما قلت لك كده، ترانزستورات مين؟ ترانزستورات الباور، بتتحط في المراحل النهائيه وعلى فكره، وبيتحط كمان في دوائر الباور اللي هي دوائر التغذيه، باور سبلاي بتاعت الدوائر الابتدائيه في الاجهزه، الاجهزه الكبيره، اجهزه التلفزيون اللي شغاله ترانزستورات اللي كان قبل كده غير ال سي دي والال اي دي، كلها هنلاقي ترانزستور باور محطوط على التبريد. وعلى فكره احنا شرحناه واتكلمنا عليه في اجهزه الاستقبال الاي ام. نرجع للشاشه مره ثانيه ونشوف بقيه الاجزاء اللي عندنا. يبقى انا دلوقتي شفت الفوليوم بتاع الرايت والفوليوم بتاع الليفت، وشفت الترانزستورات اللي شغاله كمكبر جهد ومكبر قدره. هاجي بقى دلوقتي اشوف الجزء السفلي بقى اللي هو هيبتدي يكبر الاشاره الثانيه. اهو ادي اول ترانزستور فيهم، ترانزستور الثاني، ترانزستور الثالث، دول شغالين كمكبر جهد. الاثنين التانيين اهم دول مكبر قدره. دول كايه؟ مكبر قدره. الجزء اللي فوق زي ما قلت لك كده كله للليفت اللي هي السماعه اليسار، والجزء اهو مكتوب اهو ليفت، والجزء اللي تحت السفلي ده كله مكتوب لمين؟ للرايت سيجنال اللي هي الاشاره بتاعه السماعه اليمين. تعال شوف بقى بعد كده الجزء ده متكبر، شوف تكبيره من اول. بص خلي بالك بقى معايا، ادي الترانزستورات اللي هي بتاعت الباور اللي هي الباور او الباور او الاخراج اهي، وادي الثلاث ترانزستورات اللي هم شغالين كمكبر جهد لمين؟ للليفت اهو، وادي الثلاث ترانزستورات شغالين كمكبر جهد لمين؟ للرايت، ومكتوب بوش بول امبليفاير. طبعا المقاومات اللي محطوطه هنا دي كلها مقاومات انحياز لمين؟ للترانزستورات اللي شغاله كمكبرات. طيب تعال شوف بقى شرح دائره عمليه ورسم تخطيط لجهاز استقبال تعليمي اللي هو الاف ام. الدائره الاولى مع الاشارات، يعني ايه الدائره الاولى مع الاشارات؟ احنا خلي بالك بقى معايا، لما جينا اتكلمنا عن جزئين في الدائره الكامله قسمناهم لدائرتين، اتكلمنا عليهم كعناصر وعملناها مع الرسم التخطيطي. طب دلوقتي عايزين نشوف بقى ايه؟ عايزين نشوف السيجنال او نشوف الاشاره من اول ما بيستقبلها الهوائي لحد ما بتخرج على السماعتين الرايت والليفت، ايه اللي بيحصل فيها؟ فين المكبر بتاع الابتدائي؟ فين مكبر القدره؟ فين الكاشف؟ فين مكبر الجهد؟ فين الديسكومنيتور المميز؟ يبقى كل ده هنشوفه اللي هو على الاجزاء اللي احنا قلناها في الحلقه السابقه، بس احنا كنا بنتكلم كعناصر في الحلقه السابقه والجزء الاولاني من الحلقه دي، انما دلوقتي هنتكلم بقى ايه؟ سيجنال، خط سير الاشاره في الدائره الاولانيه وفي الدائره الثانيه، هيبقى شكلها ايه؟ والاشاره دي هتمر في انهي مراحل؟ تعال نشوف الكلام ده على الشاشه. ادي الدايره بتاعتي اهي مكبرينها، اللي هي الدايره الاولى لو تفتكر، وعارفين عناصرها كلها لان احنا قلنا في جزء اهو، ادي الاشاره بص بتاعتي، وكنا بنتكلم على الترانزستورات دي اللي هم 1 2 3 4. اول ترانزستور برايمر امبليفاير اللي هو كيو 1، كيو 2 كان اوسيليتور اهو، كيو 3 كان ميكسر، وكيو 4 ده كان امبليفاير. يو 1 دي كان دايره مكبر تردد متوسط، الاي سي كلها دايره تكبير تردد متوسط. اليو 2 دي اللي اسف دي يو 2 ودي يو 3 اهم، دي دايره يو 3 دي شغاله دي موديليشن او دي موديليشن اللي هي عمليه الكشف، وفيها الديسكومنيتور وفيها الجزء اللي خاص بالستيريو. تعال شوف بقى، شوف الاشاره اهي، انا استقبلتها عن طريق الانتنة اهو، ده الانتنة اهو، شايف انتنة وامبليفاير. شوف على فكره انا لما بحرك في ترس هنا، اما بحرك الترس المؤشر ده بيبتدي يطلع وينزل، دي طريقه لاختيار، بدور على التردد اللي انا عايزه. يعني انا لما احرك الترس ده، الجهاز ده موجود عندنا في المدارس، لو حركت الترس هبص الاقي ايه؟ تمام، هلاقي صوت المحطات يتغير معايا، وعشان كده مكتوب هنا بص فريكوانسي تيونينج اللي هو مرحله اختيار التردد. طب تعال نشوف الاشاره اهي، الاشاره موجوده اهي عندي، وفي جزء بالاحمر فوق وبالازرق كده، دي شوشره جايه مع الاشاره، انما دي اشاره معدله اف ام اللي هي بالابيض. تعال نشوف كده، خدتها عن طريق البرايمري امبليفاير، كبرت اهي، دخلت على مين؟ اخش بقى على مين؟ على الاوسيليتور، هيطلع لي الاشاره بتاعته،
وبعدين الاسيليتور يوديني على كيو 3 اللي هو مين؟ الميكسر، عشان يطلع لي مين؟ التردد المتوسط. خلي بالك ان في اشاره اهي معايا فوق باللون الاصفر، دي شوشره. بص ده خارج مين؟ الميكسر. يبقى ده الاي اف امبليفاير، ده الاي اف، اشاره الاي اف التردد المتوسط هيخش على الاي اف امبليفاير اللي هي يو 2 الاي سي دي اهي. بص كده هبتدي يخش في مكبر قبل منها اللي هي كيو 4، كبر الاشاره اهي، وبعد كده يدخلها برضو على يو 2 تتكبر مره ثانيه اهي. بص خلي بالك بقى معايا، وبعدين الاشاره دي تخش على عمليه الكشف وتطلع الاشاره بدون شوشره بدون اي حاجه اهي. خلي بالك معايا، الاشاره دي هتخرج اهو من الكاشف اللي هو يو 3 وتخش لي على بعد كده دايره مين؟ على دايره مكبر الجهد ومكبر القدره اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه كعناصر. لا احنا هنتكلم عليها كاشارات بقى، تعمل ايه في الاشارات؟ نشوف الكلام ده. شرح الدائره العمليه الثانيه طبعا اللي هي ورسم التخطيط جهاز استقبال تعاملين عن نظام الاف ام، اللي هي الدائره الثانيه مع الاشارات. يعني خدنا الدائره الاولى مع الاشارات، ناخد الدائره الثانيه اهو. بص الاشاره اللي جايه منين؟ من خارج الكاشف الديسكوموليتور، خارج المميز كاشف اف ام طبعا، هتخش هنا طبعا. دي اشاره دفع وجذب، لما يكون الاشاره الجزء اللي فوق الاشاره جزء نص موجه بيشتغل الجزء اللي فوق، ولما يكون السالب بيشتغل تحت، وتتعكس الاشاره يبتدي يتعكس الشغل. يعني المجموعه اللي فوق دي كلها تشتغل مع بعض شغاله، اللي تحت فاصل، المجموعه اللي تحت شغاله يبقى اللي فوق فاصل. اهو ده نظام الدفع والجذب. ابتدي اخد الاشاره وادخلها على الترانزستورات اهو. ده بنتكلم، بص خلي بالك على الجزء الايسر والجزء اللي هو الايمن، او السماعه اليمين والسماعه الشمال اللي هو الليفت ورايت. ويبتدي تخرج من بعد الثلاث ترانزستورات بتوع مكبر الجهد الاشاره بالشكل ده، وادي اهي طبعا في الجزء الرايت. وبعد كده تخش على مكبر القدره الاولاني، وبعد كده برضو نفس الكلام مكبر القدره اللي اولاني اللي هو في الجزء الرايت، وهكذا. وابتدي اخد الاشاره بعد كده مكبره اللي هتوصل بعد كده على السماعات بتاعتي اللي هي الرايت والليفت. تعال نشوف بقى جهاز استقبال يعمل بنظام اي ام اف ام. ركز بقى معايا، هتقول لي يا استاذ امال احنا كنا بنتكلم عليه ده؟ لا احنا كنا بنتكلم على جهاز اف ام لوحده، ما بيستقبلش غير اشاره الاف ام، الاشاره المعدله تردديه. وكنا قبل ما نتكلم على جهاز الاف ام ده كنا بنتكلم على اجهزه الاي ام، جهاز اي ام قلنا ده ما بيستقبلش غير اجهزه الاشارات المعدله اتساعيا اللي هي اي ام موديليشن. الله، يبقى في جهاز لوحده بيستقبل اشارات الاي ام، في جهاز لوحده بيستقبل اشارات الاف ام. عظيم. خد بقى الجهاز الثالث، جهاز برضه لوحده بيستقبل الاشارات المعدله اي ام واف ام. خلي بالك، يبقى في جهاز لوحده بيستقبل اي ام، جهاز لوحده بيستقبل اف ام، جهاز شغال بيستقبل الاثنين اي ام واف ام. طب ما عشان يستقبل الاثنين يبقى لازم يكون عندي فيه وسيله ان انا اختار بيها الاي ام او اختار الاف ام. ما انا مش هسيب الجهاز كده بقى يختار مع نفسه، شويه يسمعني موجات الاي ام وشويه يسمعني موجات الاف ام، لا مش موجود الكلام ده. انا اللي بختار. اول ما انا قلت دلوقتي انا اللي بختار الاي ام والاف ام، على طول ذهن ناس منكم جري وافتكر ان في جهاز عندهم في البيت كان مكتوب على الجهاز من فوق في مجموعه مفاتيح مكتوب فيه مفتاح مكتوب عليه اي ام واف ام. صح. اغلبيه اجهزه الكاسيت اللي كانت موجوده عندنا زمان بيبقى فيها جهاز للراديو، مفتاح للراديو مكتوب عليه اي ام واف ام. اجهزه الاستقبال الاذاعيه دلوقتي اللي هي الجهاز اللي بكلمك عليه الاي ام اف ام، موجود الجهاز، بيلاقي الجهاز حجمه صغير وفي مفتاح كده في الجنب مكتوب عليه اي ام واف ام. ده كلام، يبقى انت شفت الجهاز، شفت الجهاز وشفت المفتاح اللي انا قصدي عليه. طب انا اختار ازاي الاي ام والاف ام؟ قلنا هنختار عن طريق مفتاح. طب انا اخترت عن طريق مفتاح، ايه اللي حصل في الجهاز؟ ما انت لسه قايلنا من الحلقه السابقه ان لو جهاز اي ام مش هيستقبل موجات الاف ام، ولو جهاز اف ام مش هيستقبل موجات الاي ام. ايوه،
جهاز الـ AM المستقل بنفسه هو جهاز مكتوب عليه AM مش هيستقبل موجات الـ FM خالص، وجهاز اللي مكتوب عليه FM لوحده ده مستقل بنفسه مش هيستقبل موجات الـ AM. الله، طب امال الجهاز ده هيستقبلهم ازاي وليه الجهاز ما يستقبلهمش؟ طبعا إشارة AM بتتغير في الاتساع والتردد بتاعها ثابت، مش معقولة هيستقبلها جهاز FM الاتساع بتاعه ثابت والتردد هو اللي بيتغير. وخلي بالك حاجة تاني، الترددات بتاعت AM بالكيلو هرتز، بالالف هرتز، الف زبزبة على الثانية، اما اجهزة الاستقبال FM بالميجا هرتز، مليون اللي هو 10^6، الكيلو 10^3 ده في الاي ام اللي هو 1000، انما الاف ام بالميجا هرتز اللي هي 10^6 اللي هي مليون. ما ينفعش ده يستقبل ده. طب امال ايه اللي بيحصل في جهاز الاستقبال اللي حضرتك بتكلمنا عليه ده وانا هستقبل الاي ام واستقبل الاف ام؟ ده يدخلنا ان الجهاز ده من جوه عباره عن ايه، مكوناته ايه. الجهاز ده من جوه عبارة عن 3 أقسام، ركز كويس قوي معايا، 3 أقسام. القسم الأول، بقول قسم قسم يعني في كذا مرحلة. القسم الأولاني ده هيستقبل موجات الاف ام. القسم الثاني هيستقبل موجات، خلي بالك بقى معايا، الاي ام. وانا بختار بينهم ازاي؟ بالمفتاح. طب كويس قوي، القسم التالت ده عباره عن ايه؟ القسم التالت ده عباره عن قسم مشترك بين الاي ام والاف ام. جزء الخاص بالاف ام وجزء خاص بالاي ام وجزء مشترك بالاثنين. طب الجزء الخاص بالاف ام هتقول لي ده هتقول حقيقة عني يا استاذ، هتقول لنا حاجه جديده. هي كجديدة جديدة، انما انت عارفها. انا بقول دلوقتي القسم الخاص بالاف ام، فاكر الدوائر بتاعتنا؟ فاكر الدوائر بتاعت الاف ام؟ فاكر الرسم التخطيطي بتاع الاف ام؟ هتقول لي ايه بقى؟ بص قولهم لي كده بالترتيب. هتقول لي الهواء التوافقي اللي هو الانتنة ودائرة الاختيار ومكبر تردد عالي ومازج ومزبزب ومكبر تردد متوسط، ايوه، والليمتر المحدد، وبعدين اللي هو المميز اللي هو الديسكومينيتور، صح؟ وبعدين خلي بالك، شوف انا حط وقفت هنا عند الديسكومينيتور، وبعدين الفوليوم ضبط الصوت، مكبر الجو، مكبر القدره، والسماعه، صح؟ خلي بالك معايا من الاربعه دول اهم. يبقى انا وقفت في الجزء الخاص بجهاز الاستقبال الاف ام لحد مرحله المميز. لحد مرحلة مين؟ المميز. ما احنا قلنا الكشف في الاف ام مرحلتين، المحدد والمميز الحلقة اللي فاتت. عظيم. تعال بقى خليك هقولهم تاني عشان هحتاجهم. هواء توافقي اللي هو انتنة واختيار، مكبر تردد عالي، وبعدين مازج ومذبذب محلي ومكبر تردد متوسط، وايه تاني؟ وبعدين محدد ومميز. اديني وقفت عندهم. طب القسم الخاص بالاي ام، هواء توافقي، اختيار وانتنة، مكبر تردد عالي، مازج، مذبذب، مكبر تردد متوسط، كاشف، وبعد الكاشف في فوليوم، مكبر جهد، ومكبر قدرة، وسماعة، الأربعة هم. الله، ده انت قلت لي الاربعه دول مره في الاي ام ومره في الاف ام، هم الاربعه دول اللي هم مشتركين في الاي ام والاف ام، هم الاربعه دول المشتركين بين الاي ام والاي ام. طب ليه خليناهم مشتركين؟ خليناهم مشتركين ليه؟ هم وديك شكل الاشاره هتعرف ليه خلينا دول مشتركين. ليه ما حطيناش فوليوم مكبر جهد ومكبر قدرة وسماعة للاي ام؟ فوليوم مكبر جهد ومكبر قدرة وسماعة للاف ام، ليه حطناهم مرحلة واحدة للقسمين؟
تعال نشوف الرسم التخطيطي، وده اللي مجرد ان احنا هشاور كده على شكل السيجنال، الإشارة اللي خارجة من خارج المميز في الاف ام، واللي خارجة من شكل من دائرة الكاشف في الاي ام، هلاقي شكل الإشارة واحدة، يبقى سهل جدا ان اتعامل معاه في المراحل اللي بعد كده، اللي هي فوليوم، مكبر جهد، ومكبر قدرة، وسماعة. تعال نشوف الكلام ده. جهاز استقبال يعمل بنظام الاي ام اف ام، بيتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه القسم الخاص، اهو باينه خالص، جهاز خاص، قسم خاص هيستقبل اشارات الاف ام. القسم الخاص بنظام الاي ام، قسم مشترك لكل من الاي ام والاف ام. ده كلام جميل. تعال نشوف كده الرسم التخطيطي، ونشوف شكل الإشارة التلات أقسام. ناخد الأول قسم الـ FM، أنتنة، هواء التوافق الاختيار طبعا، والكلام ده كله، مكبر تردد عالي، مازج، مذبذب محلي، مكبر تردد متوسط 10.7 ميجا هرتز، وشفناه على الجهاز، الرسم العملي في الجهاز العملي اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بداية الحلقة، وبعدين محدد، وبعدين مميز، وباخد بعد كده الاي في سي والاي جي سي والاي اف سي، دول اللي احنا بنرجعهم على الجزء الخاص بالمذبذب المحلي. ايه دول؟ دول بتوع استقبال اشارات الاف ام. شايف الاشارات بتاعت الاف ام اهي، ودي المراحل اللي احنا اتكلمنا عليها في اجهزه الاف ام. صح، ده كلام مظبوط، عشان كده قلت لك الحاجه دي جديده بس انت عارفها. طب ما تيجي نشوف القسم الثاني بتاع مين؟ بتاع الاي ام. اهو الله يا استاذ، ده احنا شفنا الرسمه دي وشفناها لما كنا بنتكلم على جهاز الاي ام. صح، انتنه وهواء توافقي، اهو شوف الانتنه مشتركه، انما الاختيار مختلف بين الاي ام والاف ام. مكبر تردد عالي، ماشي زي اللي فوق اهو، مازج ومذبذب محلي، ومكبر تردد متوسط اللي هو كام؟ اهو 455 كيلو هرتز. شوف اللي فوق 10.7 ميجا هرتز. كاشف، مش دي الاشارات بتاعتنا بتاعت الاي ام اهي، شايفها اهي؟ تمام، شوف الاشاره اللي خارجه من هنا، ونشوف الاشاره اللي خارجه من هنا. بعد كده عند الجزء المشترك، بص كده، ادي الجزء المشترك من اول الفوليوم. بص كده، الاشاره دي خارجه من الكاشف، والاشاره دي خارجه من مين؟ من المميز. دخلته ميته اشاره اهي، بتتغير في متغيره اهي، هي دي الاشاره الصوتيه. عشان كده يعني الاشاره اللي خارجه من هنا زي الاشاره اللي خارجه من تحت، الاشاره اللي خارجه من الاي ام زي اللي خارجه من الاشاره من الاف ام. عشان كده عملت مراحل موحده، مراحل موحده، انما بتختلف معايا في مين؟ في التردد، تردد الاي ام بالميجا، الاف ام بالميجا، وتردد الاي ام بالكيلو. ادي المراحل، الجزء المشترك اللي هو ضابط الصوت، ومكبر اللي هو تردد صوتي اللي هو مكبر الجهد ومكبر القدره، والسماعه. دول التلات اقسام. طب ما تيجي نتكلم عليهم ونشوف كل واحد بيعمل ايه، هنلاقيكم عارفين الكلام ده كله. اولا هنتكلم على القسم بتاع الاف ام، بيحتوي على المراحل التاليه. فين بقى؟ اول حاجه عندي، بص كده خلي بالك معايا، مرحلة التيونينج سيركت اللي هي تي سي، ودي طبعا هي بداية الاختيار اللي هي الهواء التوافقي، ودي بتشمل هذه المرحلة على الهوائي الذي يعمل على التقاط الإشارات اللاسلكية المرسلة من محطة الإرسال وتحويلها إلى إشارة كهربية متغيرة، كما يتم في هذه المرحلة اختيار المحطة المرغوبة. طبعا مفاصل بقى المحطة، بيتم اختيار المحطة ازاي؟ عن طريق دائرة رنين ذات سعة متغيرة ونقلها إلى مكبر التردد العالي. الكلام ده مر علينا واحنا بنتكلم على جهاز الـ FM. ناخد بقى المرحلة الثانية اللي هو مكبر التردد العالي، بنسميه راديو فريكونسي امبليفاير، اللي هو مكبر التردد العالي، وكلمة راديو هنا معناها عالي، تردد الراديو يعني تردد عالي. يعمل هذا المكبر على طبعا على تكبير الاشاره اللي تم اختيارها، ويتم توصيلها الى داخل مرحله الميكسر او المازج اللي هو يعني ادي المكبر اهو، يكبر الاشاره ويدخلها على مين؟ على المازج. طبعا هيجي بعد كده المرحله
بتاعه الاوسيليتور اللوكال اوسيليتور او المذبذب المحلي اللي هو ده اللي احنا قلنا بيشغل في الاف ام، بيقوم بتوليد تردد اعلى من تردد المحطه المستقبله بمقدار التردد المتوسط اللي هو 10.7 ميجا هرتز اهو. يبقى ده المذبذب المحلي هيبتدي يطلع الاشاره بتاعه الاف او بتاعته للخالط، وفي نفس الوقت جايه له اشاره المحطه، يبتدي يخلط ويتم الخلط داخل الخالط وينتج الخمس حيات. نشوفها لما نيجي نتكلم على الخالط. ما زلنا بنتكلم في الاوسيليتور، وهو قيمه اللي هو 10.7 هو قيمه التردد البيني او التردد المتوسط، ويتم وضع المكثف المتغير لدائره الهواء التوافقي ودائره المذبذب المحلي على محور واحد عشان اضمن ايه؟ ان التردد يكون اعلى من تردد المحطه. ذلك يتم اختيار محطة أخرى، يعني غير في تردد المذبذب يتغير معايا تردد المحطة، ولازم يكون الفرق بينهم 10.7 ميجا هرتز. بيتم تغيير قيمة التردد المولد من دائرة المذبذب، ويكون الفرق دائما ثابت بين تردد المذبذب المحلي وكذلك تردد المحطة المستقبلة بمقدار 10.7 ميجا هرتز، وهو قيمة التردد البيني أو المتوسط، وذلك تحقيقا لنظرية السوبر هيترودين اللي هي خلط الترددين، حيث يتم توصيل خارج المذبذب إلى داخل مرحلة المازج أو الخالط. ناخد بقى الميكسر اللي هو الخالط، هيبتدي يخلط الترددين وينتج فيه الخمس حاجات واتكلمنا عليهم وكلكم عارفينهم. يقوم بالمزج بين إشارة المذبذب المحلي اللي هي فريكوانسي أوسيليتور اللي هي اف او، واشاره المحطه المستقبله اللي هي فريكوانسي كارير اللي هي اف سي، وينتج مجموعه من الترددات. فاكرين الترددات دي كانت ايه؟ ما ننساهاش ابدا، اوعى تنساها. كان في خمس حاجات، انا دخلت حاجتين، خلي بالك بقى معايا، دخلت حاجتين، دخلت الاف او ودخلت الاف سي. جوه الخالط في كام حاجه؟ في خمسه. ايه هما؟ تردد المحطه اللي هو فريكوانسي كارير، تردد المذبذب اللي هو الاف سي الفريكوانسي اللي هو فريكوانسي اوسيليتور الاف او، ومجموع الاثنين والفرق بينهم اللي هو التردد المتوسط اللي هو بيساوي كام؟ 10.7 ميجا هرتز، والتوافقيات. يعني جوه الخالط فيه خمس حاجات، اف سي تردد المحطه، اف او تردد المذبذب، مجموع الاثنين اف او اف سي، الفرق بين الاثنين اف او ناقص اف سي، وده التردد المتوسط اللي قلت لك 10.7، التوافقيات. الخمسه جوه المازج، انا عايز مين في الخمسه؟ عايز الفرق بين الترددين. الناس افتكرت فعلا كنت حاطط دايره فوق دماغ الخالط ما تطلعش دايره رنين منغمه، وده احنا قلنا اول محاوله متوسط ما تخرجش غير التردد المتوسط بس، وتسيب الباقي كله جوه الترانزستور. فاكرين الكلام ده لما قلنا ده اول اي اف في الاي ام؟ والكلام ده احنا قلنا حتى ترتيبهم اللي هو اصفر ابيض اسود. يبقى ده برضو قلناه في الاف ام وقلناه في الاي ام. تعال نشوف الكلام ده على الشاشه. يبقى نتيجه الخلط، بص خلي بالك معايا، يقوم بالمزج ده مين الخالط بين اشاره المذبذب المحلي اف او واشاره المحطه المستقبله اف سي، وينتج مجموعه من الترددات. ايه هي الخمسه؟ بص، اول حاجه اف او تردد مذبذب اللي فريكوانسي اوسيليتور المذبذب المحلي، اف سي فريكوانسي كارير اللي هي تردد المحطه المستقبله، مجموع الاثنين اف او زائد اف سي، الفرق بين الترددين اللي انا بسميه اي اف، وده بيساوي اف او ناقص اف سي، وده بسميه التردد المتوسط اللي هو 10.7. كل ده في مين؟ في الخالط. التوافقيات. يبقى انا عندي دلوقتي خمس حاجات، تعال نشوف بقى هختار منهم. طبعا اخترت مين؟ التردد المتوسط. كاشف، بص خلي بالك معايا، كاشف التردد بتاع الاف ام. انت عارفين كشف التردد الاف ام كان كام مرحله؟ كان مرحلتين. ايه هما؟ بص، يتم كشف التعديل الاف ام بمرحله الليمتر اللي هو المحدد، والديسك مونيتور اللي هو المميز اهو، محدد اللي هو بيشيل الشوشره، المميز اللي بيحول التغيرات في التردد الى تغيرات في اتساع، عارفينهم. بس انا بوريك دلوقتي الجزء الخاص اللي بتكلم عليه في الاف ام في الجهاز اللي شغال حاجتين اي ام واف ام. الليمتر اهو، وده وظيفته يشيل الشوشره، اي شوشره يبتدي يشيلها.
ويتم فيه فصل الشوشرة عن الإشارة المعدلة تعديل ترددي، ثم تنقل الإشارة المعدلة ترددية إلى دائرة المميز. شلت الشوشرة أروح وديش إشارة لمين؟ للمميز اللي هو الديسكومنيتور. المميز ده هيعمل إيه؟ بص شكل، شايف الإشارة اللي داخلة على المميز اللي داخلة على المحدد، وشايف الإشارة اللي داخلة خارجة من المميز، يحول التغيرات في التردد إلى تغيرات في الاتساع أهو. والكلام ده احنا قلناه وقلت لك اوعى تقول، اوعى تقول ان بيحول التعديل التردد لتعديل اتساعي، لا غلط، بيحول التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع اهو. يتم فيه تحويل التغيرات في التردد الى تغيرات في الاتساع، اللي هي الاشاره الصوتيه، ادي الاشاره. في عندي بقى الاي في سي والاي اف سي. طبعا الاي في سي احنا عارفينها بتعمل ايه، بتاخد جهد اشاره، او جهد عباره عن جهد بيتاخد عن طريق المميز ويرجع تاني للمكبر تردد متوسط عشان اضمن ثبات الاشاره اللي خارجه من المكبر تردد متوسط، واغير في الاشاره دي عن طريق مين؟ الفوليوم. والاي اف سي ده اللي هو بيظبط تردد المذبذب المحلي وبيعمل له استقرار. تعال نشوف الكلام ده. طبعا هنا بيتكلم عن المميز، حيث بص حيث ثم يتم نقلها الى دائره مكبر التردد الصوتي، الاشاره اللي خارجه ايه اللي حولتها من تغيرات في التردد تغيرات في الاتساع، بنقلها بعد كده على مين؟ على مكبر التردد الصوتي عن طريق مين؟ الفوليوم. حيث يتم نقلها الى دائره مكبر التردد الصوتي عن طريق مقاومه متغيره اللي هو الفوليوم، ده اللي هو ضبط الصوت، مفتاح اللي هو مفتاح خفض وارتفاع الصوت للتحكم في خفض وارتفاع مين؟ ورفع الصوت. تعال نشوف بقى ضابط الكسب الاوتوماتيكي، واتكلمنا عليه بالتفصيل وقلنا في حاجتين، يا اما بسميه AVC اوتوماتيك فولتج كنترول، او بسميه AGC اوتوماتيك جين كنترول، والجين اللي هو التكبير، وانا بكبر مين؟ بكبر الجهد. طبعا ده عباره زي ما هو الAGC اهو، هو وسيله لجعل مستوى اداء الصوت ثابت تقريبا لجميع المحطات المستقبله من محطة الإرسال الإذاعية، مع اختلاف بعدها عن محطة الـ الإرسال، أو اختلاف بعد الجهاز الاستقبال عنه، اختلاف بعدها عن جهاز الاستقبال عن طريق جهد انحياز. يعني هو اللي بيتم إزاي بحافظ على مستوى ثبوت الإشارة؟ عن طريق جهد انحياز سالب، ويتم الحصول عليه من إشارة الموجة الحاملة لعالية التردد بعد فصلها عن الإشارة الصوتية في مين؟ في المميز اللي هو الكشف، اللي هو بيحل مرحلة مين؟ الكشف مين؟ في الـ FM. ضابط التردد الأوتوماتيكي أوتوماتيك فريكوانسي كنترول، ضابط التردد الأوتوماتيكي. ضابط تردد مين؟ تردد المذبذب. أهو بص خلي بالك معايا، متاخد إشارة من المميز وادي الـ AFC وراجع بيها تاني على مين؟ على المذبذب المحلي. ليه حطيت الـ AFC هنا؟ عشان تعمل استقرار لتردد المذبذب المحلي. طب هو تردد المذبذب المحلي مش مستقر؟ اه مش مستقر. ليه مش مستقر؟ يبقى عشان تردده عالي بالميجا. الله، هو التردد لما بيعلى بالميجا يبقى مش مستقر. طب ما هو الـ AM اهو تحت ما فيهوش AFC. شايف الـ AFC اهي؟ موجودة في الـ AM ومش موجودة في مراحل مين؟ موجودة في الـ FM ومش موجودة في الـ AM. لا ده لازم نقف عندها. أنا لما شفت، خلي بالك بقى معايا، أما شفت الرسم التخطيطي في جزء من فوق مكتوب عليه في الـ FM مكتوب عليه AFC أو ضابط التردد الأوتوماتيكي، ومش موجود تحت في الـ AM، فأنا بسأل نفسي ده موجود هنا ليه ومش موجود تحت ليه؟ ايوه ده كلام صح، ده مش انت كمان بتسال نفسك، ده احنا ممكن نسالك في الامتحان. صح، الملحوظه بتاعتك انت صح. انا ممكن اقول لك علل وجود مرحله الاي اف سي في اجهزه الاستقبال الاف ام وعدم وجودها في اجهزه الاستقبال الاي ام. اكيد ليها سبب، طالما دي موجوده هنا ومش موجوده هنا ليها سبب. الاي اف سي خلي بالك بقى معايا، الاي اف سي كده بصيت لها اهي موجوده في الاف ام ومش موجوده في الاي ام. نرجع ونوضحها، تعالى بقى معايا كده واحده واحده. لما جينا نتكلم على فائده المذبذب في الاف ام،
قلنا بيقوم بتوليد تردد أعلى من تردد المحطة المستقبلة بمقدار 10.7 ميجا هرتز، يعني التردد بتاع المذبذب ده عالي جدا بالميجا. وكل التردد ما يعلى كل ما المذبذب ده يتأثر بأي حاجة بيبقى مش مستقر. التردد عالي بالميجا، أي هزة تغير في التردد، أي خلل في الدايرة يغير في التردد. أنا عايز أعمل استقرار لمين؟ للتردد المذبذب ده مع الشغل، هو بيشتغل فترة كبيرة، ممكن مع الشغل فترة كبيرة يبتدي التردد ده يتغير. ده التردد يتغير عن 7 على 10 و7 من 10 يبقى خلاص مش هسمع محطات اف ام. فانا عايز حد قاعد فوق دماغ المذبذب ده عمال يصحيه يفكره ان انت شغال على 10 و7 من 10، اعلى من تختار محطة، تختار تردد اعلى من تردد المحطة ب10 و7 من 10. مين اللي بيعمل كده؟ الاي اف سي. يبقى الاي اف سي ده محطوطة في مع في الاف ام لعمل استقرار لتردد المذبذب المحلي، لان تردد المذبذب في المحلي في الاف ام غير مستقر. طب ارجع تاني تحت، المذبذب المحلي اللي في الاي ام كان تردده في الاي ام بالكيلو هرتز، بالكيلو هرتز 1000، فمستقر التردد. انا هقول لك مثل عشان ما تنسوش خالص، عشان ما تنساش إجابة على السؤال ده أبدا، وهفكرك بموضوع مش هتنساه أبدا، إن الـ AM هنا موجود، الـ FM موجود في الـ AFC ومش موجود في الـ AM. المذبذب المحلي تردده عالي جدا، بنشبهه براجل كبير جدا في السن. أما في الـ في الـ AM ده تردده عالي، نقول ده راح شاب. لو جه دور برد الراجل كبير في السن هيتعب جدا وممكن ما يقدرش يخرج. لو جه دور برد للشاب ابتدي يخرج ويتحرك وبتاعه كلام من هي دي بقى اللي بتكلم عليه. دور البرد ده التأثير الخارجي على دايرة الأسرية أو المذبذب. أي هزة في الدايرة تغير في تردد المذبذب، لا هحطه الـ AFC عشان تعمله استقرار. ليه؟ عشان تردده عالي جدا بالميجا. يبقى أنا فهمت الجزء ده كويس أوي. يبقى عرفت الاي اف سي موجوده في الاي ام في الاف ام ليه ومش موجوده في الاي ام. نرجع للشاشه مره ثانيه. شفت انا دلوقتي على الشاشه الاي اف سي اهي، وقلنا هي وسيله لعمل استقرار لتردد المذبذب، وذلك لان تردد المذبذب المحلي غير مستقر، ده في الاف ام. طيب تعال نشوف بقى اللي الجزء اللي بعد كده، الجزء الخاص بمين؟ بالاي ام. طيب الجزء الخاص بالاي ام شفنا الشكل بتاعه، تعالى نشوفه في الدايره. التيونيك سيركت دايره الاختيار اهي، تمام، اللي بختار بيها المحطه المرغوبه، ودي بتعبر عن دايره رنين توازي ملف ومكثف، ودي طبعا بستقبل بيها اول اشارات اللي جايه من محطه الارسال هي كهرباء متصلة وبحولها الى كهربيه. خلي بالك بقى معايا، لو انا بصيت دلوقتي في الجزء الخاص بالاي ام اهو اهو، ابتداء من الهوائي اللي هي بتستقبل الموجات وتحولها من كهرباء متصلة لكهربيه، اختيار بختار بيها المحطه المرغوبه، مكبر تردد عالي يبتدي يكبر الاشاره اللي انا اخترتها، مذبذب محلي هيقوم بتوليد تردد المحطه تردد اعلى من تردد المحطه بمقدار التردد المتوسط اللي هو 10 و7 455 كيلو هرتز اهو. شغال خلي بالك معايا اهو، انا شغال في الاي ام يبقى 455 كيلو، لو شغال في الاف ام اهو 10.7. الخالط هيبتدي يخلط المجموعه كلها اللي هو الاي ام، الاشاره بتاعت الاف سي بتاعت المحطه واشاره الاف او بتاعت المذبذب، ويبقى ينتج في داخل الخالط خمس حاجات: تردد المحطة، تردد المذبذب ومجموعهم والفرق بينهم والتوافقيات. باخد الفرق بينهم واوديه على مكبر تردد متوسط اي اف، مكبر اي اف، وبعد كده الكاشف بيبتدي يفصل الموجة الحاملة ذات التردد العالي عن الموجة المحمولة ذات التردد المنخفض، ويبتدي يوصلها للجزء بتاع الاخراج الصوتي. في عندي برضه الاي في سي هنا، هيبتدي بقى جزء عبارة عن جهد بيغذى الى مكبر تردد العالي ومكبر تردد متوسط عشان يحافظ على مستوى ثبوت الاشارة. خلي بالك بقى معايا، انا اتكلمت
على دلوقتي المراحل بتاعه الايه ام، واتكلمت عليها، قلنا كل مرحله بطريقه سريعه بتعمل ايه، لان احنا اتكلمنا عليها قبل كده، احنا هنتكلم عليها بالتفصيل برضه ان شاء الله في الحلقه القادمه. بس انا عرفت دلوقتي في النهايه خالص ان الاشاره اللي خارجه من المميز في الاف ام نفس شكل الاشاره اللي خارجه من الكاشف في الاي ام، عشان كده الشكل بتاعهم واحد. وحتى بعد كده المراحل اللي بعد كده اللي هو الفوليوم اللي هو ضبط الصوت، او الفوليوم اللي هو المفتاح بتاع التحكم في ارتفاع الصوت وانخفاضه، ومكبر الجهد ومكبر القدره والسماعه. كده احنا ادينا فكره عن الجزء اللي خاص بجهاز استقبال الاي ام والاف ام، واللي هنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله في